موجز الأخبار من أورينت، أهلا بكم. رداً على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مدير الدفاع المدني رائد الصالح يدعو المنظمة لمحاسبة المقصرين من أطقمها عن مساعدة المتضررين من الزلزال شمال غرب سوريا وإعادة محاولة إحياء الثقة والجسور التي هدمتها مع المجتمع السوري. دعوات لإسعاف الطفل طارق حيدر إلى تركيا، وهو الناجي الوحيد من عائلته التي قضت تحت أنقاض مباني جنديرس في ريف حلب، حيث أصيب بمتلازمة الهرس وبترت ساقه قبل أن يدخل بغيبوبة. استمرار مظاهرة المعلمين في إدلب لليوم الثاني على التوالي ضد قرار فصلهم من قبل وزارة التربية التابعة لميليشيا الجولاني، مطالبين بإلغاء القرار وإعادتهم لمدارسهم. بحضور أمريكي، ما يسمى جيش سوريا الحرة في منطقة التنف يعلن تخريج مجموعة من المقاتلين الذين انضموا لصفوفه، ويؤكد استمرار دفاعهم عن المنطقة وجعلها آمنة. محكمة الجنايات الخاصة في باريس تحكم بالسجن 10 سنوات على الفرنسية أماندين لوكوز البالغة من العمر 32 سنة بعد عودتها من سوريا وقضائها 5 سنوات في مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش واعترافها بنيتها الموت كشهيدة، والمحكمة تأمر بإخضاعها لمتابعة اجتماعية قضائية لمدة 7 سنوات. إدارة الطوارئ والكوارث التركية أفاد تعلن وقوع حوالي 13,000 زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب منذ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط الماضي. مظاهرات حاشدة في تونس بدعوة من الاتحاد العام للشغل وجبهات الخلاص تنديدا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة وفق وصفهم. والرئيس قيس سعيد يقول إن دعوة أجانب للتظاهر والمشاركة في الاحتجاجات غير مقبول أبدا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.